بالسباق يعتمد على أكلك اليوم اللي قبله. 24 ساعة قبل السباق لازم تركز على نوعية الكربوهيدرات اللي تأكلها. كربوهيدرات يعني النشويات، يعني العيش، الخبز، الباستا، البطاط. لكن دائما ننصحكم أن تأخذون الأسمر أو الهولويت، لكن قبل السباق نبي الأبيض لأنه راح يكون أسهل حق الجسم أنه يهضمه، يستخدمه كطاقة حق اليوم اللي واحد.